نزل من عيادته خد سكينه معاه، سكينه، راح رمى العيال الاثنين وراح مسك امهم وراح ذبحها جرح قطعي في الرقبه بطول 8 سم. خلي بالكم ماسك مين؟ ولاده الاثنين. الولد 8 سنين ماسك في رقبته، ليه عايز تضرب بابا ماما يا بابا؟ لا، راح مسك السكينه وراح نغزه في صدره 3 نغزات موته في الحال. يعني ذبح مراته، وذبح مازن اللي هو العامل اللي شغال عندها، وذبح ابنه الصغير اللي عنده 8 سنين موته. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حبيبي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعالوا نشوف القضيه دي اللي حصلت في محافظه الصهاين. دكتور طبيب امراض نفسيه وعصبيه، متجوز وعنده ولدين، يعني نقدر نقول زواج مثالي. هو طبيب امراض نفسيه وعصبيه ومراته عندها معمل من اكبر المعامل التحاليل في محافظه الصهاين. المنطقه اسمها منطقه الشهيد عبد المنعم رياض بصهاين. الطبيب فتح عيادته ومراته طبيب التحاليل فتح عيادتها ومشغله في المعمل واحد اسمه مازن عنده 24 سنة، وولادها الاثنين يوسف وابنه الثاني ايمن معاها على طول ما بيسيبوهاش، واحد 8 سنين وواحد 9 سنين. خلوا بالكم عشان نشوف الجريمة تمت ازاي والخلافات الاسرية بتوصل لغاية فين. دكتور امراض نفسية وعصبية مشهور جدا في صهاج، ومراته صاحبة اكبر معمل تحاليل في منطقة الشهيد عبد المنعم رياض، ومعاها ولادها الاثنين ومعاها عامل مازن عنده 24 سنه بيساعدها في اجراءات التحليل، وهي اسمها امل عندها 29 سنه. طيب بتاخد ولادها الاثنين معاها في المعمل، مفيش اي مشاكل الناس يعرفوها عن خناقه الدكتور مع مراته، لكن جوه بيوتهم وجوه شقتهم كان في خلافات كبيره جدا، فيه لدرجه انه في يوم راح قال لها انت طالق. يبقى الدكتور طلع امل مراته وقال لها انت طالق شفويا. فما كان من الطبيبه، احترمت نفسها، لمت هدومها، خدت ولادها الاثنين وطلعت على بيت ابوها. ايه اللي المفترض اللي بيحصل؟ سواء كان الطبيبه او انسانة عادية جدا لا تحمل اي مؤهلات، شيء طبيعي محكمة الاسرة بتبتدي الاجراءات. ايه هي الاجراءات؟ اولا الطبيبة حاضنة، يبقى اول حاجة هتاخد الشقة. الطبيبة حاضنة يبقى هتاخد نفقة للاولاد الاثنين. الطبيبة حاضنة يبقى هتاخد متعة وهتاخد مؤخر وهتاخد كل شيء، وغير قيمتها غير ذهبها. الدكتور لقى نفسه مش هيقدر يتفرغ للعيادة من كتر القضايا، رغم ان ده شيء متعارف عليه بين اي اتنين لما بيتطلقوا محكمة الاسرة بتقوم بالواجب. اذا كانت حاضنة لها الشقة، ان كانت حاضنة بتاخد تكاليف رعاية لولادها وبتاخد نفقة لولادها وفرش وغطا وادوية وهم ما يتلم، والذهب والمقدم والمؤخر والمتعة، وندخل في مسلسلات علشان الزوجة تاخد حقوقها حسب القانون. طب الزوج اللي هو بالشكل ده هيقدر يوائم بين عيادته وشغله وبين كل وشوية والتاني جاي له محضر وجاي له اعلام من المحكمة بموعد جلسة؟ حاول ان هو يصلح الموضوع مع اهل الزوج، فبقت كل المحاولات بالفشل. حتى ولاده الاتنين ما بيشوفهمش. يعمل الطبيب بقى المحترم، الطبيب اللي هو اخصائي امراض نفسية وعصبية، تعالوا نقول لكم عمل ايه، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقه. عمل ايه الدكتور ده بقى؟ نزل من عيادته خد سكينه معاه، سكينه، وخباها في بدلته، ونزل على معمل التحاليل اللي موجود في شارع الشهيد عبد المنعم رياض. طبعا العماره كلها اللي مراته واخده فيها معمل تحليل فيها 3 ادوار عيادات، فاللي داخل واللي طالع لا مرضى لا بتريح، واحد عايز يعمل تحليل ايا كان، فدخل محدش اعترض. دخل معمل التحليل اللي كان فيه مراته، لقى مراته قاعده هي وولادها الاثنين في المكتب بتاعها. دخل رفع السكينه، خلي بالكم احنا بنتكلم على ايه؟ العيال وامهم وابوهم داخل ماسك السكينه في ايده. فالعيال العيال بيجروا عليه بابا بابا، اطفال وشايفين ابوهم بابا بابا هو ماسك السكينه. راح رمى العيال الاثنين
وراح مسك امهم وراح دبحها جرح قطعي في الرقبة بطول 8 سنتي، يعني خد رقبتها من الخلف كله دبحها. لما دبحها حلاوة الروح جرت بره العيادة، فعايزها ترجع راح ماسك ولاده الاتنين. خلوا بالكم ماسك مين؟ ولاده الاتنين. فهي طبعا ارجعها موتلك العيال، هموتلك العيال عشان يرجع يخلص عليها، وهي بتجري والدم ده جرح قطع 8 سنتي في الرقبة من الخلف. لما جرت الولد ابنها الكبير اللي عنده 9 سنين جري، الولد 8 سنين ماسك في رقبته، ليه عايز تضرب بابا ماما يا بابا؟ لا، راح مسك السكينة وراح نغزه في صدره 3 نغزات موته في الحال. خلوا بالكم احنا بنتكلم على مين؟ اب او زوج وزوجته واولاده الاثنين. عيل عنده 9 سنين ده هرب من ابوه جري ورا امه، الواد الثاني بيحضن ابوه، واحنا عارفين الاطفال الصغيره بتبقى متعلقه جدا بابهاتها، الواد ما خافش من ابوه، عيل صغير عارف ان ابوه بيحبه، ايه يا بابا ايه يا بابا بتضرب ماما ليه يا بابا؟ راح مسك الولد وراح نغزه 3 نغزات في صدره، عنده 8 سنين، مات في الحال بين ايديه. في الوقت ده الناس لما طلعت هي في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بتصرخ وشافوا الدم، وكان للاسف اول واحد دخل العياده مازن العامل اللي عنده 24 سنه، فيه يا دكتور فيه يا دكتور، راح مسك الدكتور برضه وراح دبحه جرح قطعي 8-9 سنتي في الرقبه. يعني دبح مراته ودبح مازن اللي هو العامل اللي شغال عندها، ودبح ابنه الصغير اللي عنده 8 سنين موته، وكان هيموت يوسف لما ربنا كتب له عمر جديد، الولد هرب. كله ده بسبب ايه؟ خلافات بين الزوج والزوجه. وصلت ان الاب يذبح زوجته ويذبح ولاده، ولو لقى يوسف ابنه كان ذبحه. وفي الاخر في اثناء اتمسك ازاي بقى؟ الاهالي لما لقوا الدم بتاع الزوجه وسمعوا صراخ الواد هجموا على الدكتور بالعصي وبالشوم. اضطر ان هو يرمي السكينه ويستسلم للناس لغايه ما جت الشرطه. الدكتور لغايه دلوقتي بيقول لك انا مش ندمان. مش ندمان ايه؟ انت ذبحت مراتك وذبحت العامل اللي معاها في المعمل وموت ابنك اللي عنده 8 سنين، وكنت هتموت ابنك يوسف اللي عنده 9 سنين، انت عايز ايه تاني يا عم؟ انت خليتها مجزره، وفي الاخر تقول انا مش ندمان؟ كل ده عشان خلافات بينك وبين مراتك؟ اما لو ما كنتش انت دكتور امراض نفسيه وعصبيه وهي ام دكتوره امراض دكتور التحاليل كنت عملت ايه؟ لما الشروشت والبلطجي ما بيعملش كده، انت دكتور امراض نفسيه وعصبيه، هو انت تعديت من المرضى؟ انت المفروض دكتور قبل ما بتنزل من العياده وحاطط السكينه في جيبك ترتب اللي هيحصل، انت راجل متعلم، ده انت راجل بتعالج الناس اللي سلوكها مش مظبوط، اللي نفسيتها مش مظبوطه، اللي عقلها مش مظبوط، قوم انت اللي ترتكب الجريمه دي في حق مين؟ اقرب واحده ليك مراتك واولادك الاثنين والعامل اللي اسمه مازن، ايه ذنبه اصلا يتذبح؟ فالعمايه ما بقتش بالتعليم ولا بالمستوى الثقافي، بقى كلنا بنعاني من خلل نفسي. عشان واحد يجري على مراته يذبحها جوه غرفه المعمل التحليل بتاعها ويذبح ولاده ويذبح عامله وفي حاجه مش مظبوط، وفي الاخر يقول لك انا مش ندمان. طب ليه يا عم؟ خلافات اسريه. طب الخلافات الاسريه تخليك تقتل ولادك؟ اصل هي جرت وسبت العيال، فانا حبيتها ترجع عشان اخلص عليها وسبت لي العيال، فقلت لها سبت العيال هذبحهم لك. يا نهار اسود. طب وذنب العيال ايه؟ الواد كان بيقول لك يا بابا ذنبه ايه؟ لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.